هذا يسأل يقول هل للمال الحرام زكاة؟ يا أخي المال الحرام يجب عليك تجنبه، ما تتمول الحرام، ما هو مال لك. الحرام ليس مالا للمسلم ولا يجوز له أن يتموله، وإذا لم يكن مالا له شرعيا فليس فيه زكاة، عليه أنه يتخلص منه كله، عليه أنه يتخلص منه كله ويتوب إلى الله ويضع المال الحرام في مشروع يتخلص منه ولا يتعامل به أبدا. ما نقول يأخذه ويزكيه، لا، ما هو حلال، ما هو مال له، ما يملكه الحرام، لا يملكه المسلم، حرام. ولو قدر أنه حصل على شيء منه وتاب إلى الله فإنه يتخلص منه بأن يضعه في مشروع عام ينفع المسلمين ولا يكون له فيه أجر، وإنما يتخلص منه فقط. نعم.